أستاذة ماجدة موريس، الصحفية المرموقة والناقدة أيضا الفنية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. وطبعا هفكرك بشيء ما، أنك خريجة للمعهد العالي للنقد الفني التابع لأكاديمية الفنون. هل بدأ المشوار بالنسبة لك في عالم النقد من المعهد العالي للنقد الفني؟ وهل لابد للنقد الفني أن يكون دارسا لأصول النقد؟ يعني هو تقدري تقولي أن المشوار ابتدى قبلها بشوية، لما ابتديت أنا أكتب نقد، لكن وحسيت أن أنا محتاجة لأدرس أسس وقواعد النقد، عشان خاطر يبقى لو النقد اللي أنا بكتبه يبقى مبني على أسس علمية. فتوجهت إلى ودخلت اختبارات المعهد العالي للنقد الفني ودخلته. وكانت صعبة على ما أعتقد. يعني هي كانت صعبة، بس أنا كنت بقرأ كتير ومجتهدة وبشوف أفلام، ويعني بحاول بكل قوايا، لأن أدركت إن هو ده هيبقى بالنسبة لي المستقبل. يعني بعد فترة في العمل الصحفي وكده، واللي هو بيبتدي من أنا أجيب أخبار وإن أنا أكتب موضوعات وكده، حسيت إن هو ده اللي أنا عايزاه، ده اللي أنا عايزة أستمر فيه. طيب هنشير طبعا المعهد العالي للنقد الفني كان يعني بيدرس أصول النقد في عالم السينما والمسرح والفن التشكيلي والباليه على ما أعتقد، ويعني أشياء كثيرة. صحيح. كان مهم جدا جدا جدا، وكان في كمان نخبة من الأساتذة الكويسين قوي، سواء مصريين أو سواء كان فيهم أجانب كمان. الموسيقى على سبيل التحديد كان فيها أجانب، مارتا روي. أيوة. أيوة. لكن كمان أظن بالنسبة للسينما كان في أستاذ فرنساوي، بس أنا مش فاكرة اسمه. بس كان العميد الأولاني الأستاذ دكتور عبد السلام الشريف، كان كمان عميد رائع ومتفهم جدا. وكان المجموعة بقى اللي داخلة كلهم تحس إن هم داخلين لنفس السبب، ما حدش فيهم داخل إلا لأنه فعلا عايز يتعلم النقد. يعني تخصصات مختلفة جداً، زراعة جداً، تجارة، هندسة، لكن كلهم متوجهين. وكان فيهم أدباء كمان بيكتبوا أدب، لكن قرروا إن هم يدرسوا النقد الفني. والله دي فرصة، يعني نقول إنه لابد من الاهتمام فعلا في مصر بهذا المعهد العالي الجيد جدا جدا. طبعاً. يعني